ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 337 حالة، بينهم 285 حالة على متن سفينة دايموند برينسس السياحية الرئيسية في ميناء يوكوهاما الياباني. وقال مسؤول الصحة في اليابان إن هذا يأتي عقب تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مشيرا إلى أن السلطات ألغت الأحداث التي يكون فيها تجمعات كبيرة من الأشخاص. أشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس. قالت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بيزون اليوم إن سائحا صينيا مسنا توفي داخل مستشفى في فرنسا بسبب فيروس كورونا في أول حالة وفاة بالفيروس في أوروبا. وسجلت فرنسا حالة إصابة بالفيروس من بين 63,851 حالة على مستوى العالم، والغالبية العظمى للإصابات في الصين، وكان قد أودى الفيروس بحياة ما يقرب من 1400 شخص. أفادت وسائل إعلام رسمية في كوالالمبور ارتفاع إجمالي عدد حاملي فيروس كورونا المستجد في ماليزيا إلى 21 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين اليوم. وذكرت وسائل إعلام أن حالتي إصابة جديدتين هما لمواطنين صينيين، أحدهما من مدينة كوانزو الصينية ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس. وأشارت إلى أن الحالة الثانية هي لسيدة مقيمة في ماليزيا، إلا أن المعلومات تفيد بأنها قامت بزيارة إلى الصين. قال نائب وزير الخارجية الصينية على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن والسلم إنه على ثقة بأن وباء كورونا سينتهي قريبا، مشيرا إلى أن أكثر من 8,000 مصاب بالفيروس قد تماثلوا للشفاء. وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قد أعلنت اليوم عن 2661 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الوقت الذي تصعد فيه الإجراءات لاحتواء تفشي المرض، ويمثل هذا الرقم انخفاضا كبيرا على الأرقام التي أعلنت في الأيام الأخيرة، بينما ارتفع عدد الوفيات الجديدة بشكل طفيف بنحو 143 حالة ليصل إجمالي عددها في البر الرئيسي للصين إلى 1523 حالة وفاة. في إطار حالة الطوارئ التي يشهدها العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أوقف مطار هيثرو في لندن 8 طائرات للاشتباه في إصابة عدد من الركاب بالفيروس، وطلبت سلطات المطار من المسافرين البقاء في مقاعدهم بعد الهبوط للاشتباه في إصابة شخصية بالفيروس. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية أنها بصدد إجلاء بعض مواطنيها من السفينة دايموند برينسس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، والتي تأكد إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس كورونا المستجد. أما في الصين، ارتفع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 1500 بعد وفاة 143 حالة مؤخرا، أغلبهم بمدينة ووهان عاصمة الإقليم التي شهدت أيضا اكتشاف 2420 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الإقليم إلى أكثر من 54,000، ليتعدى عدد المصابين في الصين 66,000. كانت مقاطعة خوبي قد عدلت النظام المعتمد لرصد الوباء هذا الأسبوع، إذ باتت تحتسب الحالات المشخصة سريريا اعتمادا على صورة إشعة للرئتين لتشخيص الإصابة به، في حين كانت تنتظر قبل ذلك إجراء فحص الحمض النووي للفيروس لتأكيد الإصابة به. ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في أواخر ديسمبر الماضي في مدينة يوهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.